مساء الخير ومرحبا بكم. نواصلوا السلسله نتاع الفيديو نتاعنا نتاع نهار الجمعه. اليوم ما عملناش نعملوا لايف، اما اللي باش نعملوه هو انه نعديوا الفيديو هذيا بعد اطرحوا التساؤلات نتاعكم وردود الافعال نتاعكم، ونخصص مكثر نهار الاحد حصه للرد المباشر على التساؤلات هذه وللتفاعل معكم. اليوم حبيت نتحدث على المسكوت عليه، يعني اللي ماهوش قاعد شاغلنا. مفروض انه المنابر الاعلاميه في بلادنا ما تقفش على تناول الموضوع الاهم اللي هو الموضوع الاقتصادي، واللي قاعدين يسميوه ويسوقوله باسم الاصلاحات. وكلمه الاصلاحات الاقتصاديه هذه كلمه مش جديده، يعني هذه نسمعوا فيها من على الاقل من 2014، على اساس انه صندوق النقد الدولي طالب الاصلاحات هذه من اللي استقرت الحكومات على الاقل ولا تخدم بمقتضى دستور جديد. اللي صبروا فيه بس بانه اصلاحات، يعني على اساس انه لو كان نعملوهم الاصلاحات هذوما او الاجراءات هذوما، الواقع نتاعنا والوضع نتاعنا باش ينتقل من حال الى حال وتنفرج الوضعيه. هات نشوفوهم هذوما مع بعضنا، هالاصلاحات اللي مطلوبين. الاصلاحات اللي مطلوبين هذوما طالبين انه الانفاق العمومي يتقلص، يرجع، يعني الدوله تنقص من المصروف. يعني كيما واحد قاعد يصرف برشا يقولوا له بربي تو انت امورك مبعثره ودنيتك متدين وكل شيء، نقص من الصرف. فالدوله كي تنقص من الصرف باش تنقص من الصرف على المجالات الكل، اللي فباش تنقص في المجالات الاجتماعيه بطبيعه الحال. الوقت اللي باش تنقص من الصرف باش تنقص على الصحه وباش تنقص على التعليم وباش تنقص على الامن وباش تنقص على القضاء وعلى غيره من المجالات، وباش تنقص في عدد الموظفين مادام هما انفاق. هالجانب الكل نتاع الانفاق العمومي اللي قاعد يصير هذاك، للناس اللي تعرف ليكواسيون نتاع كيفاش يقع حسبان البي بي، الناتج الداخلي، هذاك مكون مهم في البي بي جي، هذاك اللتر جي اللي موجوده في ليكواسيون هذيك هي انفاق الدوله. الانفاق الدوله هذيك، خاطر الدوله زادت تصرف وتطلب عندها طلبات تستهلك، فما دام الدوله تستهلك باش تخدم ناس اخرين، فبطبيعه الحال وقت اللي ما عادش تخدمهم الناس هذوكم الدوره الاقتصاديه بطبيعه الحال باش تضعف، والنتيجه نتاعها نتاع النمو ينقص في النمو نتاعها. والمطالبه اللي قاعده موجوده وقلناها احنا برشا مرات في انه تنقيص من المستوى نتاع الموظفين، كما قلنا عديد المرات اللي هذا ما هوش معقول، يعني انه لانه الموضوع انه ما عندناش برشا موظفين. الكلام اللي يقولوا فيه كله غلط، وحكينا قبل انه قاعدين يقسموا في الفلوس اللي ياخذوا فيها الموظفين على الناتج الداخلي، وكم الناتج الداخلي نتاعنا ضعيف فالقسمه تظهر الرقم يظهر كبير، في حين انه في حقيقه الامر في الواقع الامر احنا ناقصين معلمين وناقصين اساتذه وناقصين اساتذه تعليم عالي وناقصين فرامل وطب ومكتب نتاع محاكم وما الى ذلك، كلهم ناقصين. وتو الدولة قاعدة في الإجراء الجاي، الحكومة طالبة بأنه يقع تسريح الناس، يعني يخرجوا ناس من خدمهم ويخليهم ياخذوا رباع شهرية ويمشيوا وينجموا يخدموا في القطاع الخاص. الناس اللي باش يخرجوا كان في القطاعات المطلوبة، القطاعات الغير مطلوبة مش باش يخرجوا منها الناس، لأنه يخرج يلقى روحه بطال برباع شهرية باش يعمل بها. فالقطاعات اللي مطلوبة الدولة باش تفقد فيهم الناس اللي هما موجودين، في حين أنه باش يقعد العدد هو كبير، وصارت التجربه مع حكومه الشاهد وريتو اللي ما خرجوش العباد. دونك كلام ما يستقيمش. وفي حين انه ريتو القانون اللي عملوه في لتشغيل الناس اللي طالت بطالتهم القانون توجد، لكن الدوله ماشيه في خط اخر هي التقليص من الموظفين. هذا بين ظفرين باش نشوفوا التناقض نتاع الدوله في الشيء اللي قاعد تعمل فيه. دونك هذايا السياسات هذه اللي كنا نتحدث عليها كل هي سياسات نتاع التقشف، يعني سياسة التقشف باش نسهلوها للناس اللي بتدخل ما عندهاش دراية كبيرة بالاقتصاد. هو عبارة على مريض وجيت انت قلت له انت مريض، اما هو باش نعمل لك ريجيم. مفروض وقت يبدا واحد فما مريض يوكلوه مليح باش يشد روحه، انا تعمل له ريجيم يعني باش يزيد يضعف. هذه هو اللي باش يصير للدولة. الاجراء الثاني هو فيما يخص الخوصصة اللي باش تمشي، باش يمشيوا لها اكيد تدريجيا رويد رويد، لكن باش يمشيوا لها، اللي هي تخص المؤسسات العموميه. المؤسسات العموميه قاعدين يصوروا فيها على اساس ان امورها تعبه ياسر وباركه وما فيها حتى ما يتصلح حتى شيء، وباش يعملوا لها زعما هيكل
سيدير هذه المؤسسات العمومية ويشرف عليها، لكن في الحقيقة لا هيكل ولا محزنون، لخاطر الأسباب الداخلية نعرفوها احنا علاش المؤسسات هذه أمورها باركة باركة، على خاطر لسنوات قديمة والنظام السياسي الحكومة الأنظمة السياسية اللي جاية والحكومات اللي صارت كلها قاعدة تبتز فيها، عملتها صندوق أكحل كاس نوار التجمع حاجته ويجبد منها، هي يحبوا يخدموا عباد يجيوا يخدموا أكثر من عدد من اللي هي عندها طاقة ليه، والاتحاد الشغل كيف كيف يدوا مسيبة اللي يخدم ولده واللي يخدم أخوه واللي يخدم أخته وصاحبه، عباوها بالناس والجرايات العالية ليهم والامتيازات وما لذلك، بركوهم المؤسسات هذو، والنظام السياسي مطفي الضوء وخلي الاتحاد يخلينا رايدين بركة وياخذ على روحه، والوضعية هذيك هي مشات، والناس اللي قاعدة تبتز وقاعدة تمص في هالمؤسسات هذه متغطين بجبة الاتحاد على أساس أنهم نقابيين ما تقرب لهمش، في حين أن هذه الناس هي عالة على الاتحاد وهي اللي قاعدة اللي خلت الوضعية هذه تتمادى في عديد المؤسسات الكلها. وتعرفوا المؤسسات هذه مؤسسات مفروض أنها رابحة الكلها، على خاطر الكلها تخدم في قطاعات اللي ما عندهاش منافسة فيها، لكن كلها بركت، والمؤسسات هذه هي اللي تبنات سيتي لو فلوغون اللي تبنات عليه الاقتصاد الوطني معاد احمد بن صالح، يعني الغالبيه نتاعها كانوا فك المد هذاك نتاع بناء نسيج صناعي، وهذا مع الاسف سوء الاداره خلاهم يوصلوا الوضعية هذه. الموضوع الثالث هو الليبراليه، يعني انه قالك تنقيص القيود على الاستثمارات، بطبيعة الحال احنا مع تنقيص القيود، لكن ثم مجالات لابد من مراقبتها، وهم مجال هو مجال البيئي، ما نجمش نخلي واحد انا جاي قال شنو يستثمر ويفسد لي البيئه اللي عقود وعقود برقول كل القرون، معناها النفايات اللي باش يسيبها والسموم اللي باش يسيبها شوف قداش حبلها باش تتصلح اذا كان نهار تصلحت، هذا كله لابد يتطلب مراقبه. دونك الوضعيه هذه اللي ماشيين فيها كلها ماهيش وضعيه باش تعاود ننظر بشكل راديكالي للمنوال الاقتصادي، باش نقعدوا في نفس المنوال الاقتصادي اللي ماشيين فيه. إذا كان من نفس المنوال الاقتصادي أعطى النتائج هذية من 86 للتو، يعني صارت فترة نتاع 86 من الأول انتعاشة من الأول، قلت لكم خاطر مازالت السوق محمية، لكن من اللي تحلت السوق من 2000 وإحنا في الهاوية، العام خير من خوه. الوضعيه هذه مش بتجيب تفرهدنا احنا تو بين عشيه وضحاها ابدا، خاطر ماشيين في نفس الخيارات نفس الاسباب يؤديوا نفس النتائج. المفروض هو انه تقع مراجعه المنوال، وانا تحدثت عليه المنوال بطبيعه الحال عديد المرات، قلت لكم حكايه الاستقلاليه البنك المركزي لابد من الغائها، قلت لكم تطبيق سياسه حمائيه بالاليات المختلفه اللي طرحتهم تيفيا سوسيال وغير التيفيا سوسيال، للصناعات البديله ليزاندستري دو سوبستيتيوشن، هذا باكو الاولاني، لكن نجم يقول القائل هدايا باكو اللي عملته انت باش نجم يوفر الدينار التونسي الله يبارك، لكن ماهوش باش يوفر العمله الصعبه، علاش نمنعوا التوانسه باش يملكوا حسابات بالعمله الصعبه؟ احنا في ظرف اللي هات اللي عندك فلوس ما تحطهمش في الدار حتى بالعمله، حتى عندك 1000 يورو مخبيهم على مياتي كذا اجا حطهم يقعدوا لك، لكن هات من القطر تتملى الغدران كما يقولوا. وعلاش اليوم احنا حاجتنا بالعمله الصعبه وقت ما نمشيو ندينوها؟ علاش ما ندينوها بساعات ب 7% كما ريتوا في الحكومه نتاع 2014 ولا نتاع اي نتاع 2014 2013 2014 مشاو ب 7% دينوا هما يعملوا في نقطه النمو. احنا ما نقولوش باش نعملوا انتريس ب 7%، وانما اليوم اذا كان تجي تقول راهو اللي يحط الفلوس في البنوك التونسية يلقى 4% ولا يلقى حتى 5% ولا يلقى من عرشنا 3%، اللي هو شيء ماهوش يلقى ما يلقاهوش في البلدان الغربية. فالناس تنجم المواطنين بالخارج الساعة الجالية متاعنا تنجم تحط فلوسها في تونس، ثم حتى الأجانب ينجموا يحطوا مادام يلقوا خدمة يعني متاع فايدة اللي هي ما يلقاوهاش في بلدانهم ينجموا يحطوا الفلوس هذيك، فتكون عندنا رصيد لاباس به من الأموال اللي نجم يغنينا على التسول اللي قاعدين نعملوا فيه ويخلينا الخيار نتاعنا الخيار الوطني نتاعنا واضح. هذا كله مش موجود، ما نلقاهوش مطروح اليوم. وفي وضعيه اللي ترون اصلاحات هروله
والنتائج باش تكون هي. لكن المره هذه راهو النتائج باش تكون كارثيه. علاش انا اليوم الموضوع هذا نتكلم عليه واليوم خصصت له الفيديو هذا تحديدا؟ النتائج ستكون كارثيه. هذاك علاش العرك اللي قاعدين نعملوا فيه واللهو اللي لاهين فيها والكلام اللي قاعدين فيه راهو كلها مهاترات. رانا ماشيين لشيء صعيب ياسر، على خاطر المواضيع هذه قاعده تتلم من غادي لغادي، ما ثماش نقاش حقيقي وماهوش قاعدين يوضحوا للراي العام وللتوانسه شنو يستنى فيهم. ذاك علاش انا هذه خدمتي وهذه قاعد نقول فيه، وذاك علاش باش نحلوا اللايف نهار الاحد ان شاء الله باش نحكيوا مع بعضنا بعيد على المهاترات نتاع الناس اللي تهز في مواضيع جانبيه نتاع هز النهضه واعمل النهضه ضد النهضه ومع درشنو تجمع وضد درشكون معناها مع قيس سعيد وضد قيس سعيد الحكايه الفارغه كلها ماهيش هذه اللي باش تمنعنا. اللي باش يمنعنا هو فهمنا للموضوع. وانا مصر علاش نحب نحكي في المواضيع هذيا، الاوبجيكتيف نتاعي الغايه نتاعي الاساسيه انه من هنا ل 24 يكون عندنا ناخب اللي هو ينجم يفرق ونجم يميز ونجم يفهم شو معناها فما خطاب سياسي. عاونوني الناس الفايقه تعاونوني باش تفهم الناس الاخرى اللي هي اقل فهم لحقيقه الرهانات اللي موجوده وحقيقه العركه وين هي المعركه الحقيقيه، مش المعارك الجانبيه نتاع الحكايه نتاع التموقع والحكايه الفارغه نتاع الناس اللي قاعد مأدلجه وقاعد تتفرج على اساس انه الطراح نتاع كوره ماهيش حياتها ومستقبلها اللي هو في على النحك. فحتى يتجدد لقائنا ان شاء الله في الاسبوع المقبل مع فيديو اخرى. نتمنى لكم اطيب الاوقات ودمتم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء.